إشي بشهي عالخفيف وأحلى عالم نستضيف، لندردش سوا وندوق أكل مرتب حتى نروح. أحلى شيف وأحلى ضيف ببرنامجنا عالخفيف. أخ يا غادة، مش معقول يعني قد ما اكلك زاكي انا عم بنصح لإلي حال مشان الله. والله لا نصحانة كثير، ضلك يعني كلي. وبعدين العيد جاي بدنا نشتري فستان العيد، الاكل نلاقي حل يعني، بس مش هيك نلاقي حل صراحه يعني. شو الحل؟ مش حل عندي اكيد. اهلا مدام، اجيت والله اجيت اكيد بوقتك. والله الحل شعبك. عندك يا ريمو. اهلا وسهلا. يا حظي انا بين ريمتين. انا مبسوطه ضعف، انا ضعف مبسوطه. اول شيء لانه اخيرا ريمتين بدل غدتين. هي واحد واثنين لانك بدك تلاقي حل. مش معقول عن جد شغلة النصاحة هاي، مش بس أنا، الكل يعني كتير في صحبات لإلنا صح. عم بيقولوا لي ريم عم بيزيد وزننا، طب شو الحل؟ خصوصا برمضان، سنة على فكرة برمضان، مع إنه هو الأصل إنه الكل ينحف أكيد. أو على الأقل يعني نضلنا زي ما إحنا بالضبط. بس شوفي أبني تحليلاتي بالأشياء اللي عم بشوفها يعني على سفر الناس، في عن جد شوية توجهات هيك غريبة آخر كم من سنة. يعني عندك مثلا السمبوسك والكبدة هدولة صار فرد زي كأنه بين قبل الصيام إذا كانوا على السفرة. وهدولي أنا بسميهم يسمنوا لكن لا يغنوا من جوع، يعني لو أكلتي منهم بالآخر حتاكلي، برضو حترجعي تاكلي من الأكل الطبق التعادي. هذا عن جد هي طبق المقبلات المقلية، هذا يمكن أكثر سبب بيخلي الناس يزيد وزنها برمضان وبدون ما تحس. والحلو طبعا اكيد، يعني هذا الحلو طول عمره من يوم اجى رمضان. قبل الحلو قبل الحلو خلينا نقولها بس تحذر لنا شو الطبق اليوم. بس هيك بدون لما اطلع عليها لازم احذر. بس تطلعي بدك تحذري، حتنحط على النار صح؟ طبعا. شيء طبعا، شيء فيه معكرونه؟ لا. هو الطبق كلياته على بعضه. شو هو؟ طب سهلي اول حرف. شو برك؟ لا ايش بنحط برمضان؟ هيك احنا صيامنا نفطر، ايش اول شيء لازم يكون؟ شوربه. اوكي طيب. طب شوربه ما خطر لي انه الشوربات رح ممكن تكون يعني الوصفه. طيب شوربه ايش اسمها؟ طيب شوربه كرفس. طب اشمعنى ما قلتي شوربه معكرونه او شوربه بطاطا؟ شوربه سبانخ. هذا شو هو؟ هذا سبانخ. لا مش سبانخ، ايش جديد على الشوربات؟ يعني اوكي في شوربات بنحط فيها سبانخ، بس هذا الخضار ايش جديد ما عمره نحط بالشوربات؟ ايش بنلفلف؟ بنلف؟ ورق لسان؟ لا مش هو. ورق زهر؟ قربت بيشبهوا بعض، قريب عليهم. ايش قريب عليهم؟ ايش قريب؟ مش عارفه خلص حرام. خايف بلاش. ورق سلق والله اني بدي احكي. لا والله بدي احكي، بس انا مش متاكده كثير من شكله، بس لو قلت شيء بنلف مش كثير متاكده من شكله. قلت خلص لا خلص بلاش، خلينا على اول اوتو. طيب هينا قلبنا البصله والكرافس، وهذا عرق السلق راح اقلبه. هذا بيكون فيه الياف صحي كتير. ولا مش صحي؟ صحي لحد لحد الان صحيين، احنا بالسليم احنا. وهي تعي شوفي يا دوب مبين الزيت زيتون. انت بتحكمي على الكميه انه مبين او مش مبين؟ مش مغرب. الوصفة الأولى ما قدرت أحذرها لأني أصلا ما كانت تتصور إنه رح نعمل شوربة، فضل متخيلة إنه رح تكون مندش، فصراحة ما عرفت أحذرها. طب هون بعد ما ضفنا الكرافس وعرق السلق ضفت الجزر وقلبته، وضفت عليه معلقة صلصة البندورة، وراح أضيف عليه فاصوليا، وراح أضيف البطاطا، ونقلبهم خمس دقائق. هاي وجبة كاملة. هاي شو جنس هالشوربة هذا؟ هاي الشوربة اسمها شوربة توسكانا، من منطقة توسكانا بإيطاليا. يعني هاي وصفة تقليدية عندهم، بحبوها دائما بيساووها. هلا هي الأصل بتتساوى بورق أو بنبتة اسمها، يعني هي زي الملفوف اسمها كابولونيرو، اللي هو الملفوف الأسود. بس أنا هون ما في عنا، والملفوف مش الكل بيقدر يتقبله صراحة بالشوربة، فحطيت ورق السلق، لقيته أنسب إشي إني أضيفه للشوربة هاي. وحتى من ناحية التغذية حسيتها، أنا حكيت لها إنها تعتبر شفتها هيك وجبة كاملة متكاملة يعني، وطبعا هي وصفة نباتية 100% بس وجبة متكاملة. هلأ بدي مي، الله يرضى عليك يا ريم. طبعا هذا راح اضيفه بالاخر هو والبقدونس، وهلا بس اضيف المي، راح اضيف عليه المعكرونه.
طبعا المعكرونات دائما اللي بتنضاف للشوربات لازم تكون معكرونات صغيره لانها بتعرف بتنفش كثير وبتاخذ بتشرب كثير من وما بتكونش منظرها حلو اصلا لما تكون ابعت الهاي كبيره. يلا دقيقه يلا ديري لي اياها كلها ديري كبيره ديري لسه كمان بدنا كمان كمان قدهم لو سمحتي. وهلا بنتركهم تقريبا نص ساعه لحد ما يستوي. هتحطي هلا المعكرونه معها تستوي؟ هلا بدي اضيفهم. الوصفة الأولى للشوربة كانت كتير غريبة لأنه ورق السلق فيها صراحة ما توقعت هيك طعمه، لأنه بدها كمان هي وقت وهي أصلاً عامل مكثف للشوربة. وهيك خلص هلأ بدنا نغطيها. بس كمان الشوربات هي من الشغلات اللي بدنا ننتبه لها برمضان، إنه يعني الشوربة الأصل أنها تكون إشي خفيف يعني هي المعدة للحيجة بعد صيام طويل. يعني الافضل دائما الواحد يبعد عن الشوربات اللي بيكون فيها كريمه مثلا، كثير في ناس اساس الشوربه بتلاقيه كريمه. فهي اشياء مثلا بده الواحد ينتبه لهي التفاصيل. يعني حتى الشوربات نخفف به طبعا هو فعليا كل طبق على رمضان بده يكون كل شخص ضمن صايمين. هلا بس بدها نص ساعه لبين ما تستوي كل الخضار وبتكون جاهزه شوربتنا. راح نضيف اخر خطوه بنضيف السلق والبقدونس. خلينا نحضر الوصفه الثانيه. يلا انا ما بدي اهرب منك. لا عادي عادي خذي راحتك. في حلول بالموضوع. نعتبره اليوم من الاسبوع نعتبره اليوم. احنا مش دائما بنجتمع مع بعض. نعتبره هذا هو اليوم. بدك تاكلي منه. اكيد طبعا. حتاكل قطعه صغيره. ايوه بدي اقول لك. اللي قلت لكم عنها. طيب شو الحلو تاعنا اليوم؟ اول شيء هلا هدول واضحين. بس انت قولي لي هذا ايش؟ بوظه او لا كاسترد. اذا كاسترد يعني ترايفل على الاغلب صح؟ مظبوط. والله انك فظيعه عليك. مع انه يعني خبرتي فيكي ما بتعرفي يعني ايش صعب انك تحذريها. لا لا بعرفها الحلو بعرفه مطابي. الوصفه الثانيه كانت كثير سهله صراحه لانها يعني مكوناتها بتحكي عن حالها اللي هي وصفه الترايفل وشكلها بشهي. لسه ما دقتها بس متاكده من ايدين غاده بتجنن. طبعا عندنا الترايفل بدنا نسوي الكيك هذا جاهز لا بدنا نغلب حالنا ولا بدنا نعمل شيء. لانه في ناس بيخبزوه بالبيت بيطولوا. هلا بدنا بس نقطع الكيكات هدول للنص ونعملهم نرتبهم تحت. اوكي بالقاعده هيك تخلي لي اياهم هيك لو سمحتي تحطيهم. وريم بعد اذنك افتحي لي اياهم. اوكي لازم تشغلنا يا ريم بزبط شو بتصير هاي. طيب ما احط كمان نفس الشيء. شايف السرعه ما احلاها. ايد مع ايد بركه بالضبط. طيب شو رايك بهذا الحلو؟ شو بدي احكي يعني شو بدي احكي عنه؟ يعني شيء طبيعي فيش فيه كثير سكر. لا تحكي لنا هي عن حالها انت عارفه. شو مفهومك لما فيش فيه كثير سكر؟ ريمو انت كيف بتاكلي برمضان؟ هاتي لشوف. انا صراحه انا كل رمضان باخذ فرصه عن جد انزل وزني. والله دائما أوكي. والحمد لله يعني بتزبط معي. يلا قولي لنا. رح تمشي زي ما انا عم بعمل يعني؟ بدي احاول. شوفي مبدئيا انا كل يوم بمشي قبل الفطور. لازم امشي. يعني عاده بحاول امشي ساعه بس لو صح لي نص ساعه ما يعني ما بضيعها. لازم امشي قبل الفطور. قبل الفطور. وتصديقا لكلامك بنتي السنه الماضيه عملت نفس ما انت بتحكي كانت قبل الفطور بنص ساعه تطلع تمشي ساعه حتى والله تطلع تمشي نزلت برمضان 10 كيلو ما شاء الله. 10 كيلو ما شاء الله. وبس كانت تاكل سلطه وصحن شوربة. بس اكيد في الواحد لازم يخفف طبعا اكله. وعلى المشي صدق المشي له دور كثير اكبر دور له والمشي. انا على فكره حتى موضوع المقبلات يعني احنا عندنا اصلا بالبيت يعني فعلا ما بنعملهم اكثر من يعني مرات يمكن كل رمضان يمكن اربع مرات ممكن نعملهم هاي الاشياء المقليه. بس عندنا السلطه هذا لازم أساسي. مهم. هذا شيء اساسي. انت سكريت عصير برتقان. اوكي انا بحب هيك اخليه مسقسق كثير. اوكي وبعدين وبعدين عندك العصير هذا شلته. اوكي يعني لما بيقدن اذا بدي اشرب عصير معيره لحالي اتكاس كاسة الشاي العاديه مش الاستكانه خلينا نقول لا اكبر شوي 150 مل. هذا هو اللي معطي حالي اذا بدي اشربه ومش كل يوم. ومش كل يوم. اوكي وشوفي انا صراحه بعتبر وجبه الفطور تبعت رمضان كانها وجبه الغداء العاديه بالايام العاديه. مش عاده احنا يعني ما بتشربي شوربه ولا سمبوسك
شوربه مو دائما بنعمل، بس لما بنعمل احنا عاده برضو بالبيت شورباتنا خفيفه، يعني فريكه مثلا ممكن نعمل شوربه خيار، شوربه عدس، شوربه فطر، بس كله هوم ميد وما في كريمات. شوربه خيار كثير طيبه، كثير طيبه عن جد، يعني زي ما بدك مو محدد يعني يمكن الوصفه احيانا عن جد بتفرق. احيانا ممكن تحكمي على طبق لانك دقتي مكان زاكي، بس مش بالضروره يكون هو فعليا مش زاكي. بعد ما حطيتي الكريب بالعصير سقيته بالعصير، وهلا بحط طبقه من الكاسترد. هذا الكاسترد انت عملتيه؟ انا عملته طبعا. حترجعي تعملي طبقات ثانيه؟ لا يعني بدي اعمله بس طبقه واحده صراحه. هيك هلا بدي احط الفراولة عداية الميدورة. طيب وبالتالي ما بتاكليش حلو بعدها، هيك بفهم من كلامك. خلص شوفي انا لاحظت شغلة وجد يعني بحكيها لكثير ناس، انه اشبعوا على وجبة الفطور، صدقي لما بتشبعي على وجبة الفطور ما بيجي الحلو على بالك. ممكن اغلب المرات اللي بنحب ناكل فيها حلو انت ما بتكوني شبعتي، فبتحسي لسه في وسع. منطق. فجد انا لاني بشبع على وجبة الفطور، وخصوصا انه في سلطة، فبحس حالي ما عندي، مع انه قبل الفطور بكون جعبالي اكل حلو. بس وانس اني خلصت بحس لا خلص. بتروح الموضوع خلص. وانا خلص بقنع حالي انه والسحور خليكي هيك. صراحه سحوري يعني عاده ما بتسحر. اذا بدي اتسحر بتسحر حبه تمر وممكن لبن مثلا او هيك. بس انا والله بتسحر موزه بتصدقي؟ ممكن الموزه خاصه بالصيف بقول لك لانها بتمنع انك تعطشي. بس يعني سحور تغميس وخبز وهيك لا مش موجود. سفر وهيك لا. المحتوى اللي بتقدمه رائع جدا، انا من اشد المعجبين فيها وبتابعها دائما وباستمرار. هلا بدنا نحط الطبقه الثانيه. اوكي ساعدك هي حطي هون سمحتي. ايش عامله هلا برمضان؟ في نشاطات، في مسابقات؟ في عندي مسابقه هلا، تحدي طبعا لرمضان هلا موجود ان شاء الله وعم بنحضر له. حلو، لانه كمان زي ما قلت لك انا بشوف رمضان عن جد فرصه الواحد كمان انه ينزل من وزنه. اكيد وببلش طبعا مفيش حدا بيوصل على الوزن المثالي بشهر. لا لا بس لا. يعني على الاقل بيكون على اول الطريق بيقطع ولا البلاش بالضبط. خلص هلا اخر طبقه. يا عيني عليك. هذا العصير فريش؟ فريش طبعا. فريش فريش. وقولي لي صحي وقتها، حطيت عصير فريش ما دخلني، فبالتالي هو صحي طبيعي مش كمان فريش، طبيعي طبيعي. هلا هلا الشوربه هلا خليها شوي بس لو تحركيها بعد اذنك. اوكي هلا اخر طبقه. يا ويلي لسه بنحط كريمه كمان. مش لا كريمه تزيين قولي يعني تزيين. مش بتنزل بالبطن تزيين كمان. وردي على الريحه يا غالي. مش معقول. تعي شمي ريمو. انا شممتها واصله عندي اصلا. والله ايش مش معقول. الكرفس كثير بيعطي ريحه قويه مميزة. يعني لو حطيتي بس عرق واحد بتلاقيها بتعبي ريحه البيت. هم الايطاليين على فكره بكل شيء يعتبر من يعني اساسيات المطبخ الايطالي، للشوربات ولصلصات الباستا. بس هون احنا مو كثير معروف عندنا صراحه، مش الكل بيستعمله. هو لانه طعمته مش الكل بيحبها ولا حتى ريحته على فكره. هي قريبه بحسها للحلبه. للحلبه ما بعرف، ما عمري خطر لي هيك. ما بعرف هيك بحسها على بعض. خلص هيك بدي احط كمان كيوي. حلو هيك تكون الكونتراست بالطعم. الالوان كمان حطي. خليني انا اقسم هدول وانتي حطي الباقي. بدك سكينة؟ لا حطي المقطع. هلا بالنسبة للحلويات بشكل عام، سواء الوصفة اللي عملناها مع غادة أو غيرها، يعني أنا برمضان وبغير رمضان طبعاً يفضل دائماً الحلويات ما تكون أصلاً بشكل يومي إذا الواحد حاب إنه يحافظ على وزنه أو حتى إنه ينزل من وزنه. وحتى لما بدنا ناكل بناخذ كمية كثير معقولة يعني ما نخلص الصحن كامل. يلا هي آخر إشي تسمحي لنا فيه بعد طبعاً. إذنك شو بدي أحكي، خلص لازم تكمل الطبق. أنا هاي كمان ضل في إشي، هاي كمان هاي نص والله ما أنا تاركتها. خلص هذا عشان للتزيين، انا فكرت راح تحطي طبقه طبقه. لا لا يا عيني يا عيني، لمسات الاخيره يا غاده يا عيني. لا
خلينا نكمل مثلا فيه. خلص مش قادر، لازم تخلص الكمية كلها. شو بدي اسوي؟ مش قادرة يعني. مهورة ريم، إذا ما حتستعملها كلها مهورة. خلص أضلها عند حسن ظني يعني، كيف ما بدها تخيبني. ما بقدر، ما بقدر. عشان أنت عنا بتكرمك يعني حسن الضيافة حبيبتي غادة. وهيك يا عيني عندنا الإشي جاهز بالضغط لآخر لحظة. يسلموا هالإيدين. وإيديك الله، تحفة عن جد. صراحة كثير حبيت فكرة البرنامج، إنه عم بحط فيه وصفات جديدة، والحلو إنه هيك خفيف والوصفات سريعة وما بدها كثير، مش ما فيهاش هالمكونات يعني، وشوي يمكن عشان الوصفات مو كثير تقليدية اللي إحنا متعودين عليها، فحبيت كثير فكرته.